إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، أهلا وسهلا بكم جميعا. فيديو اليوم الإخوان غادي نتكلموا فيه على آخر ما أورد من القنصليات ديال المملكة المغربية في الخارج، بلاغ من قنصليات المملكة المغربية في مدينة ألميريا في إسبانيا. غنتكلموا على هذا الشيء الإخوان، ولكن قبل ما نبدأ تنجدد دعوة الإخوة والأخوات الدعم ديال القناة عن طريق الضغط على زر ديال الاشتراك، زر ديال الإعجاب، وكذلك الضغط على الجرس للتوصل بالجديد. اول شيء الاخوان، بلاغ اللي موجه من السفاره من القنصليه ديال المملكه المغربيه في ارميريا الى المواطنين المغاربه المقيمين في الدائره ديال ارميريا والمناطق التابعه لها. هذا البلاغ الاخوان اش يقول؟ غادي تسمعوا، بالنسبه لي انا نكته صراحه اضرني في خاطري. تنهي هذه القنصليه العامه الى علم كافه الجمعيات والمواطنين والمواطنات من افراد الجاليه المغربيه المقيمين بدائره نفوذها القنصلي أنه تزامنا مع مباراة كرة القدم التي ستجمع المنتخبين المغربي والإسباني يوم الثلاثاء المقبل، وتفاديا لوقوع أعمال الشغب والاصطدامات بين أنصار ومشجعي المنتخبين، نهيب بالجميع الانخراط في عملية تحسيس الجالية المغربية بخصوص اجتناب حالات الشغب التي باتت ترافق إجراء بعض المباريات والتي تتسبب في خسائر متفاوتة لا تقف عند تخريب الممتلكات الخاصة والعامة، بل تمتد إلى تهديد سلامة وأمن المواطنين. كما نطلب من الجميع التحلي بالروح الرياضية والأخلاق الحسنة المبنية على السلوك الراقي في حالة الفوز أو الخسارة أو الانهزام. ختم، هذا هو البلاغ الإخوان اللي خرجت به القنصلية العامة ديال المملكة المغربية في ألميريا في إسبانيا تتواصل به مع المواطن المغربي. اول شيء بالنسبه لي انا، الفكره حسنه ديال التواصل ديال الاداره مع المواطن، وهذا اللي كنا نطالب به دائما ومازال نطالب به، تكون واحد يعني شفافيه وتواصل دائم ومستمر ما بين الاداره والمواطن لا داخل ولا خارج ارض الوطن، وبالخصوص هنا في هذه الحاله نتكلموا على ابناء الجاليه، على افراد الجاليه المقيمه في الخارج. انا اللي تنعاتب عليه المسؤولين اول شيء هو فين هو التواصل. هذا هو مثال التواصل مع المواطن المغربي، تديروا تخرجوا لنا ببلاغ بحال هذا اللي تعطيو امكانيه حتى اللي غادي يقرا، يكون واحد اجنبي وغادي يقرا هذا البلاغ غادي يظن اننا شعب يعني واخد والمولف على العنف وعلى يعني الاضطرابات وعلى التكسير وعلى الهمجيه. هذه هي اللي ما نتقبلهاش. فكيف بالاحرى بك تخرج ببلاغ بحال هذا، بلاغ يعني حكومي، بلاغ من اداره مغربيه تخرج به للعلن وغادي يشوفوه اجانب، وتنعرفوا كاين الكميه ديال الحقد من مجموعه من المواطنين العنصريين، غيقبطوا هذا غادي يديروه مثال، يقول لك ها انت شوف حتى الاداره ديالهم تثبت هذه الاعمال تاع الشغب اللي وقعت في بلجيكا وكانت حاله خاصه ماشي سبب يدعيكم باش يعطيكم الحجه باش تخرجوا بحال هذه البلاغات. الفكره ديال التواصل فكره جميله في حد ذاتها ودائما كنا تنطلبوا بها. فينا هو التواصل ما بين الاداره والمواطن؟ لانه منين فيكم هذا يعني هذا الفكر الايجابي بغيتوا تكونوا تتواصلوا مع المواطنين؟ فينا هو التواصل ايام كانت الجائحه وكان المواطن المغربي المقيم بالخارج يعني في حيره من امره؟ كان المواطن في اي مساله تيبغيها، وتنعرفوا الحاله الكارثيه اللي عشناها اثناء الفتره ديال الجائحه، يعني كان غياب تام ديال المعلومات. المواطن فين تيلقى المعلومات؟ يلجأ الى قنوات يوتيوب او الى صفحات فيسبوك، هادو هما فين كان تيلقى المعلومات باش يساير حياته اليوميه. بغى يسافر للمغرب، بغى يرجع لبلد الاقامه، بغى يعرف الشروط، ما كاين والو، الاداره غائبه 100%. وتجيو الان تتكلموا لنا على التواصل. التواصل هو خصو يكون دائم يومي مع المواطن المغربي. فاش تديروا شي انشطه وما تيجيب لها حتى شي واحد الاخبار، شي تكريم ديال شي شخصيات اللي ما تيعرفهم حتى شي واحد، تديروا داكشي حتى مسي. ولكن فاش تكون شي حاجه بحال هذه اللي بغيتوا تضربوا بها الصوره ديال المواطن المغربي، تتكونوا انتم الاولين. انا صراحه لا اقبلها على نفسي باش يخرج واحد بحال بهذه الطريقه ويوجه لي بلا، انه بحال بغيتي تعطيني درس في التربيه والاخلاق، وهذه من التربيه ديال المغاربه والاخلاق ديالهم، واحترام راسهم واحترام الغير. والدليل هو راه تنتعايشوا مع هاد الناس، بلاد الاقامه ما كاينش، تتلقى بعض الحالات الخاصة، بعض الحالات الشادة قليلة تعد على الأصابع، على رؤوس الأصابع، باش خرجوا لنا ودخلوا لنا. كان مثال ديال بلجيكا، بلجيكا حالة خاصة، لأنه لغاية الساعة باقي الناس كاينة أبحاث وكاينة تحريات وتحقيقات، واش كاين فعلا، واش هذوك مواطنين مغاربة ولا كانت يعني جهات مدسوسة. وحتى لا نقولوا أنها كانت فعلا مغاربة،
هذا ماشي سبب تيعتك الحق باش تعمم على المواطنين وعلى الجاليه المغربيه في الخارج. الجاليه المغربيه من احسن الجاليات المقيمه في الخارج، تعطي دائما مثال على الحب، على التعاون، على التواصل، على الاحترام المتبادل. فانا تنحييكم على البادره، البادره كعنوان ديال التواصل كيف سميتوها مع المواطن، حبذا انها تكون دائما، تكون دائما التواصل ديالكم في اغراض وفي مصالح المواطن المغربي. تخرجوا لنا ببلاغات في دوك الناس اللي الله يرحمهم تيتوفوا في بلد الاقامه في حالات تتكون شويه داخلها فيها شبهات. علاش ما تخرجوش تواصلوا تبينوا الجاليه اشنا هما الحيتيات ديال هذا الموضوع او ديال هذه الحادثه، فاش تتوقع شي كارثه لشي فئه ديال الجاليه مقيمه في شي بلد، تيكونوا الاعتقالات او تيكون مثلا الترحيل او هادي، علاش ما تخرجوش تواصلوا معنا؟ كاين مجموعه من الملفات العالقه ديال ابناء الجاليه تاع افراد الجاليه تتكون عالقه، خصنا توضيحات فيها، ما كاينش اللي يفهمنا. لحد الساعه مثلا كاين مشكل ديال رخص السياقه في مجموعه من الدول، مثلا ايطاليا، اسبانيا وبعض الدول اخرى، علاش ما تخرجوش ديروا لنا بلاغات ديال التواصل دخلنا فين نوصلوا هذا الملف؟ علاش حنا خصنا دائما نمشيو نقلبوا عليه في يوتيوب ولا في فيسبوك؟ كاين مجموعه ديال المواضيع عالقه، الا ما قلنا المواضيع كلها عالقه وخصها تواصل دائم. اذا نتمنى انه الاداره المغربيه والمسؤول المغربي ولا اي واحد مسؤول في الاداره المغربيه يرقب التفكير ديالو، وفاش يبغي يتعامل مع المواطن المغربي او يوجه رساله الى المواطن المغربي تكون رساله في المستوى، ولا تخل بالحياء ولا تخل بالاحترام ولا تحتقر هذاك المواطن. لان بالنسبه لي انا هذه الرساله قلت لكم يعني البادره ديال التواصل بادره طيبه، ولكن في حوايج ديال الرساله فهو احتقار، انا اعتبره احتقار لنفسي كمواطن مغربي مقيم بالخارج، ولا اقبله على نفسي باش واحد يجي ويقول لي كيفاش دير ولا كيفاش دير، ولا تفاديا او لا تجنبا لاحداث العنف ولا هذه. هذيك سير قولها لواحد اخر ما تقولهاش لي انا. حنا مغاربه نحترموا راسنا ومربين وعندنا اخلاق وغادين عليها سنوات. المغاربه في بلد الاقامه كاين، وصلنا للجيل الخامس ونتسناو الان يجي واحد يقول لنا كيفاش ديروا، كاين ماتش ما بين المغرب وما بين هذه الفرقه هذه عندكم، ديروا لا تهرسوا لا تديروا، هذا هو الغير مقبول. والمطالبين الان هما الاداره المغربيه المسؤولين على القنصليه والسفاره، يكون تواصل يومي ومستمر مع ابناء الجاليه ومع افراد الجاليه، ماشي يكون التواصل هي في هذه الحالات، هذه الحالات السلبيه اللي تضربوا لنا بها الصوره ديالنا كمواطنين مقيمين في بلاد المجر. وباش نختم الاخوان، يعني دعواتنا للمنتخب الوطني المغربي مقابله يوم الثلاثاء، نتمنوا يفوزوا، نتمنوا انهم يتمكنوا من العبور دور الربع، لانهم صراحه يستاهلوا يستاهلوا يستاهلوا، وابانوا على علو الكعب ديالهم وواجهوا يعني منتخبات كبيره وكانوا في المستوى، يستحقوا الدعم ديالنا والتشجيع ديالنا والتحفيز ديالنا، وان شاء الله يعطوا مثال لهاد الناس هادو لاي بلد اخر انهم قادرون على تحقيق الذي تسميهما المعجزات والمستحيل. حنا بالنا ما كاينش معجزات، معجزات سلاو، دابا كاين انسان يحقق الذات ديالو، مادام انه تعب ومادام انه تيجد وتيجتهد وتيكد فغادي يوصلوا. اما المعجزات فلا، ليست هناك معجزات الان، ما بقاوش معجزات، كاين تحقيق الذات وتحقيق المستحيل هو انه يمكن لك توصل الى خدمتي. اخوان ما تبخلوش عندنا بالدعم والتحفيز ديال القناه، نتمنى لكم يوم طيب، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.